قبل أن أشير إلى ما ذكره السيد حيدر الآملي، بودي أن المشاهد الكريم يتعرف على ترجمة هذه الشخصية، لأنه بعد ذلك لعلنا سننقل بعض الأمور الأخرى من السيد العلامة السيد حيدر الآملي. أعيان الشيعة أعزائي، الإمام السيد محسن الأمين حققه وأخرجه حسن الأمين، المجلد السادس، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، تحت الترجمة أعزائي، تحت الترجمة، ترجمة صفحة 271 السيد حيدر بن علي بن حيدر بن علي العلوي الحسيني الآملي المازندراني الصوفي المعروف بالآملي. من هو الآملي؟ واقعا الوقت لا يسع سيد حيدر الآملي، ولكنه فقط أشير إلى ما ذكره بعض الأعلام في حق هذا الإمام. قال في الرياض: فاضل، عالم، جليل، مفسر، فقيه، محدث. التفتوا جيدا، هذا هو، إذا تسمح لي في جملة واحدة، هذا هو المشروع الذي أدعو إليه، وهو مشروع ماذا؟ المرجعية الشمولية. انظروا، وعلماء الإمامية كانوا على هذا المستوى. انظروا، فاضل، عالم، جليل، بعد مفسر، فقيه، محدث، كان من عظماء علماء الإمامية، وكان من أفاضل علماء الصوفية، إمامي المذهب. قد تقول سيدنا: نعم يوجد، فإذا هو ماذا؟ هو صوفي، هو صوفي ومن كبار علماء الإمامية. فقط أكتفي أن أنقل ماذا يقول عنه العلامة الحلي، علامة الزمان، العلامة الحلي. وما أدراك ما العلامة الحلي؟ أعزائي، في صفحة 272 يقول: رأينا في ضمن المجموعة المشار إليها للعلامة الحلي المعروفة بالمسائل المدنيات مع جواباتها وعلى ظهرها، ظهر ماذا؟ ظهر جوابات العلامة الحلي عن المسائل المدنية، بخط من؟ بخط فخر الدين ولد العلامة. ما أدري واضح قيمتها المعرفية؟ أحسنتم. واضح. إجازة موجودة، هناك إجازة على ظهر هذه الرسالة للسيد حيدر الآملي، هذا الصوفي، هذا الصوفي من كبار علماء الإمامية. ماذا يوجد في هذه الرسالة؟ التفتوا ماذا يعبر هسه، إما العلامة صاحب الإجازة، وإما ابنه فخر الدين أيضا، فخر المحققين. بسم الله الرحمن الرحيم: هذه المسائل وأجوبتها صحيحة، سئل والدي عنها فأجاب بجميع ما ذكرها هنا، وقرأتها أنا، من يقول؟ فخر المحققين، فخر الدين، وقرأتها أنا على والدي قدس الله سره، ورويتها عنه، وقد أجزت. ولذا قلت بأن هذه الإجازة إما مرتبطة بالعلامة، وإما بمن؟ هسه الآن ما أريد أدخل في التحقيق، ولا فرق سواء كانت هذه أو تلك، وقد أجزت لمولانا السيد الإمام العالم العامل المعظم المكرم أفضل العلماء وأعلم الفضلاء الجامع بين العلم والعمل، شرف آل الرسول، مفخر أولاد البتول، سيد العترة الطاهرة، ركن الملة والحق والدين، السيد حيدر ابن السيد سعيد ركن الدين ابن أدام الله فضائله وأسبغ فواضله، أن يروي ذلك عني عن والدي، وأن يعمل بذلك ويفتي. وكتب محمد بن الحسن بن يوسف بن علي المطهر الحلي سنة 761 من الهجرة. هسه
منزلة الرجل واضحة. واضحة ما أحتاج. طبعا في جمل سابقة على ذلك أنا إنما ذكرت هذا لنكتة سأبينها. قبل ذلك بقليل يقول بأنه وكان المترجم من تلاميذ فخر الدين ولد العلامة إلى أن يقول وأنا العبد الفقير إلى أن يطلب يقول بأنه أرجو الله سبحانه وتعالى أن يشملني بشفاعته يوم القيامة. شفاعة من؟ شفاعة السيد حيدر الآملي اللي الآن الوقت لا يسع. يقول أطال الله عمره ورزقنا بركته وشفاعته عند أجداده الطاهرين. إذن على مرتبة كبيرة من الفضل. الآن سؤال، طبعا الأعلام الأعزاء يعلمون فخر المحققين أو العلامة من كبار فقهاء الإمامية، والسيد حيدر الآملي من كبار عرفاء الإمامية. يعني شنو عرفاء الإمامية؟ يعني القائل بوحدة الوجود أعزاء، ولكن بالوحدة الوجود بالمعنى الصحيح لها التي تفرق بين الخالق والمخلوق، لا ما يفهمه بعض العوام والجهلة والمتخبطين فكريا وعقليا. هؤلاء واقعا لم يفهموا هذه الحقائق، وإلا هذا إمام من أئمة، التفتوا لي أعزة، إمام من أئمة الصوفية الشيعة، وذاك إمام من أئمة الفقهاء، وانظروا العلاقة الطيبة القائمة. هذا الذي أريد أن أصل إليه أعزائي قبل أن أقرأ العبارة، ولعله 10 دقائق وإن شاء الله نستمع للمداخلات. أعزائي التفتوا لي جيدا، هذه العلاقة الطيبة. قد الآن أنت تسأل فخر المحققين يقول أنا لا أوافق ماذا على نظرية وحدة الوجود، من حقه هذا، ولكن هذا لا يفسد للود قضية. أحسنتم، علاقات قائمة على المحبة والاحترام وقبول الآخر، وهذا الذي أدعو إليه في المشروع الذي أتبناه، وهو أننا إذا اختلفنا مع الآخر ينبغي أن نترفع وأن نترفع وأن نترفع، نقبله على ما هو عليه، نحترم مقدساته ونقبله، وكذلك كما نتوقع من الآخر أن يحترمنا في آرائنا، نتوقع من الآخرين ماذا؟ يتوقع الآخرون منا أن نحترمهم ماذا؟ في رأيهم. في آرائهم ونظرهم.